السلام خوتي وصحابي، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم الاخوان كيف ما كتشوفوا خرجت من الدار ولقيت الدجاجات تبارك الله كيرعاو ما شاء الله. كان فيهم شويه جوع الاخوان، عطيتهم الاكل كيف ما كتشوفوا، ودابا راني غادي نهبط نضرب واحد الدويره، اجيو معايا تشوفوا. المهم الاخوان هبطنا الان هذا المكان كيف ما كتشوفوا، الجو جميل بزاف بزاف، وهاد السحب يا سلام كتعطي واحد المنظر جميل الاخوان، وكان واحد الهدوء وواحد السكينة الاخوان كتخلي الانسان يرتاح في الطبيعة الاخوان. مهم كيف ما كتشوفوا، نتمنوا تساقطت الامطار خير لسقي هذا المحصول الزراعي. كيف ما كتشوفوا هذا الاخوان الفول، تبارك الله راه قريب يوجد. ومرحبا بكم الاخوان اللي بقى شي حاجة يدوز عندي ومرحبا به. المهم الاخوان تمشينا واحد شويه، وصراحه كنتمنى اي واحد يجي لهاد البلاصه، صراحه كتخليك ترتاح بزاف بزاف من بعد طيله النهار العمل، كتخليك تجي هنايا ترتاح صراحه. كيف ما كتشوف الجو يا سلام، غير جلسه هنايا واحد الساعة أحسن ما يكون في العالم صراحة. المهم الأخوان احنا طلعنا دابايا وبغينا ندخلوا اتجاه السجن ديالهم كيف ما كتشوفوا، مازال ما باقيين مبغاوش قاع يدخلوا كيف ما كتشوفوا. هما راه معروف يعني حتى يأذن المغرب وكيدخل العشاء ديالو. المهم الأخوان هادو صور المحبين لجميع الحيوانات صراحة، كيف اللي كيعتني بالطيور ديالو راه غادي يعتني بجميع الحيوانات ديالو، اما الدجاج يا اما القطط يا اما الكلاب، كل شيء الاخوان. المهم الاخوان هذا كان فيديو قصير وبغيت نشاركه معكم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم الاخوان شكرا لكم على دعمكم لقناتي، ومره اخرى نتمنى للجميع التوفيق والراحه.